السلام عليكم مبروك عليكم يا شباب حاليا شي دبل اه كريدت من اللعبة اه اللي تكلمت عنها قبل اسبوع اه في الديف ستريم قالوا انه بيبون دبل كريدت وهذا هو موجود حاليا لمدة اربعة ايام اه راح يكون الكريدت ضرب اثنين لكن اذا معاك اه دبل كريدت بوستر اللي تشتري من الماركت اه راح يكون معاك ضرب اربعة يعني الكريدت راح تكون مضاعفة باربع مرات يعني اذا كان اذا حصلت ميتين وخمسين ألف ضرب اثنين راح تكون نص مليون ضرب اثنين بعد راح تكون مليون فإذا كان معاك الدبل كريدت راح تحصل ضرب أربعة فأنا أنصحك تشتري الدبل كريدت بوستر من الماركت وتبدأ تفرم حق الكريدت عشان ما يحتاج أنك ترجع مرة ثانية تفرم بعد ما ينتهي الإيفنت عندك الإيفنت لمدة أربعة أيام جهز نفسك وجمع الشباب ودخل الاندكس هاي ريسك على طول انا منزل فيديو راح احط لكم اياه في نهايه المقطع هذا أه كيف تحصل او تجمع الكريدت بطريقه سهله أه بروحك ما يحتاج تعتمد على اي شخص ثاني أه تقدر تسوي بروحك بطريقة سهله وما يحتاج تطلع وترجع تدخل أه تجلس في نفس الجيم توصل 10 راوندات وتحصل كميه كبيره وهذا مثال خلصت مشن الاندكس هاي ريسك وقبل ابدا المشن كان معي مليون من كريدت بعد ما خلصت بس راوند واحد حصلت مليون فصار معي مليونين آه مع ال الف اللي كانت معي قبل فاتمنى انكم تستغلون هالفرصه واتمنى لكم التوفيق والفيديو راح احط لكم اياه الحين تقدروا تدخلون تشوفون الطريقه كيف ولا تنسوا اللايك والاشتراك والنشر ومع السلامه